بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، نصيحة في دقيقة. نصيحة اليوم حول مادة مهمة ذكرت في القرآن، الزنجبيل. هذه المادة السحرية حقيقة لها مفعول رائع جدا في تنظيم عمل الجهاز الهضمي بالكامل. دراسات كثيرة تؤكد أن الزنجبيل يحتوي على مواد مطهرة تعمل ضد البكتيريا، فيه مواد مضادة للمغص والإسهال أيضا. أيضا هناك دراسة صينية حديثة أثبت فيها العلماء أن الزنجبيل يعالج التهاب المفاصل والروماتيزم، ويخفف من آلام أسفل الظهر والفقرات. أيضا هناك دراسات أخرى تناولت أهمية الزنجبيل في علاج أمراض القلب أو في تنظيم عمل القلب، فهو يخفف احتمال حدوث النوبة القلبية بسبب الخصائص الموجودة فيه. سبحان الله، الله ذكر هذه المادة كشراب لأهل الجنة. قال سبحانه وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. سبحان الله. لذلك أخي الحبيب، يعني ولو كل عدة أيام كأس من مشروب الزنجبيل، رائع جدا ومهم للنظام الهضمي لديك. فلا تنسوا هذه المادة المهمة في شهر رمضان الكريم، لأن هذا الشهر أيها الأحبة ليس مجرد عبادة وطاعة وعتق من النار، بل له فوائد دنيوية. الصيام يخلصك من السموم. الصيام أسماه العلماء عملية بلا جراحة. لذلك أحرص خلال هذا الشهر مع هذه العملية بدون جراحة، لأن الصيام هو الوحيد الذي يخلص الجسم من السموم ومن الكثير من المشاكل. احرص على أن تنتقي غذائك بدقة، وأن لا تحرم نفسك من فوائد هذه المواد، وبخاصة التي ذكرها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتي ذكرها القرآن العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.